عليكم. اليوم نروح للولاية تاع وهران وبالضبط في مدينة وهران اللي نقف على المشروع نتاع إنشاء حديقة حضارية عمومية وسط مدينة وهران في المكان اللي كان فيه الحي ما يسمى بباطمة طاليان. إذن هنيئا لنا كلنا بانطلاق الأشغال تاع المدينة الحضارية الضخمة التي تتربع على مساحة 7 هكتارات، ونشوف هنا الصور. إذا المشروع إن شاء الله يكون حسب التصميم اللي كان أريد له، وأترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع من السماء حول المشروع تاع إنشاء الحديقة الحضارية لمدينة وهران، والسلام عليكم.